صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الخلق وعز المرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، سيد الخلائق أجمعين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سفن النجاة وعين الحياة، من طهرهم الله بنص كتابه المبين وجعل اللعنة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وما بقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الجلسة السابقة عن يعني انتهينا من الحوارات التي جرت بين الإمام الحسين عليه السلام وبعض الشخصيات المهمة في المدينة المنورة، وتوصلنا أن هناك بعض الأشخاص الذين لهم من الشهرة التاريخية يعني ما يحسدون عليه، أن حولهم شبهة العمالة لبني أمية، رغم أنهم في التاريخ الناس يمدحونهم ولهم من المقامات، ولكن سياق الأحداث التي جرت تشير إلى أن لديهم شبهة العمالة. فهمنا أن الحسين عليه السلام خرج من المدينة قويا شجاعا وفي رابعة النهار دون أي خوف من بني أمية، هذه النظرة الجديدة التي وصلنا، ولم يخرج خائفا يترقب أو يتكتم. ووصل الحسين إلى مكة المكرمة، خرج في رجب من المدينة ووصل إلى مكة في شعبان. عندما وصل الحسين إلى مكة توافد عليه الناس، ويقولون أنه نزل في بيت العباس بن عبد المطلب، لأنه عقيل أخ الإمام علي عليه السلام قام ببيع كل الأملاك التي كانت تعود للنبي صلى الله عليه وآله ولأهل البيت في مكة. هلا كيف قام ببيعها؟ هل أعطاه الإذن النبي؟ لا. أخذ الإذن من علي بن أبي طالب؟ لا. عقيل قام بذلك من عقله، باع البيوت الموجودة للنبي ولعلي بن أبي طالب وأخذ الأموال رضي الله عنه. نذكر الأمور ونقول رضي الله عنه. على كل حال، طبعا ليس على نحو المزاح رضي الله عنه. الحسين عليه السلام دخل، عندها قام يزيد بن معاوية بأخذ موقف سلبي من الوليد بن عتبة من والي المدينة، قال له أنت ما استطعت أن تمنع الحسين من الخروج، فقام بعزله، قام بعزل الوليد بن عتبة، وجاء ووضع عمرو بن سعيد الأجدق واليا على مكة والمدينة، وضعه والي على المكة وعلى المدينة. عندما دخل الإمام الحسين إلى مكة جاء إليه عمرو بن سعيد الأجدق، جاء إلى الإمام الحسين وقال له أنت ماذا تفعل في مكة؟ لما جئت إلى مكة؟ فقال له الحسين جئت ألوذ بهذا البيت، ببيت الله. أعطاه جواب يعني لا يصل من خلاله إلى أي نتيجة، قال جئت ألوذ بهذا البيت. عمرو بن سعيد الأجدق يمثل الدولة الأموية
وكأنه هكذا أن الدولة الأموية كانت تريد أن تعرف ما هي خطة الحسين عليه السلام، لذلك أرسل عمرو بن سعيد الأجدق إليه ليعرف ما هي الخطة التي وضعها الحسين. عندما جاوبه الإمام هذا الجواب لم يصل بنتيجة، يقولون أنه ترك مكة وذهب إلى المدينة. عمرو بن سعيد الأجدق ترك مكة وذهب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا يدل على قوة الحسين في مكة، لأنه إذا السلطة الأموية تريد أن تقتل الحسين وضعته بين خيارين، بين المبايعة أو القتل، فلماذا عندما جاء الحسين إلى مكة خرج الوالي منها إلى المدينة؟ هذا يدل على أن هناك قوة كانت للحسين صلوات الله عليه في مكة. وعندما ذهب إلى المدينة عمرو بن سعيد الأجدق كان يلبس ثياب جميلة نوعا ما، غير يعني اعتيادية، لا يلبسها العرب عادة، ثياب عليكم السلام، ثياب يعني جميلة وراقية، فانجذب إليه الناس، وقف أمام منبر رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم صعد المنبر وجلس وأغمض عينيه. تصور واحد على المنبر ونايم مغمض عينيه وأهل المدينة ينظرون إليه هكذا، يلعب عليهم بالناحية النفسية. بعدين فتح عينيه وقال لهم ما لكم تنظرون إليه؟ هؤلاء داخل يعني ما عندهم، يعني بعد ما مر عليهم شخص عنده السياسة والأمور النفسية. فقال لهم ما بالكم يا أهل المدينة ترفعون إلي أبصاركم كأنكم تريدون أن تضربون بسيوفكم؟ أنتم طلعوا كأنكم تضربوني، تهمهم دغري، خوفهم، أنتم كنت هاجموا الدولة الأموية. هذا عمرو بن سعيد. أغركم أنكم فعلتم ما فعلتم فعفونا عنكم؟ أما إنه لو أثبتم بالأولى ما كانت الثانية، يعني لو عاقبناكم عند الجريمة الأولى التي قمتم بها لما فعلتم الجريمة الثانية. ما هي الجريمة الأولى التي قام بها أهل المدينة؟ يقول عمرو بن سعيد الأجدق، يقول لهم أغركم أنكم قتلتم عثمان فوافقتم ثأرنا منا رفيقا؟ يعني أنتم قتلتم عثمان بن عفان، نحن لم نثأر لعثمان هذا الثأر، فأنتم قمتم بالثانية. الآن عندما يأتي الباحث، عندما يأتي الباحث وينظر إلى هذا النص التاريخي، عادة ما يركز على القسم الأول وهو جريمة قتل عثمان، لكن ما أريده الليلة أن أركز على الجزء الثاني. هو قال عثمان، قال لأهل عمرو بن سعيد قال لأهل المدينة لو عاقبناكم بالأولى ما فعلتم الثانية؟ ما هي الجريمة الثانية التي قام بها أهل المدينة؟ ما هي هذه الجريمة؟ الجريمة الثانية أنهم خرجوا من طاعة بني أمية واتبعوا الحسين بن علي، هذه هي الجريمة. وهذا يؤكد ما قلته لكم في الليالي الماضية أن الحسين كان يملك القوة لكي يستلم السلطة في المدينة وفي مكة، ولكنه لم يفعل لأسباب ذكرتها، فراجع المحاضرات السابقة. كان عنده القوة لكن لم يفعل، فجاء ويهدد أهل المدينة، ثم أخذ يمدح عثمان، يمدح يزيد، يقوم بمدح يزيد أنه هذا الشاب، هذا العالم، هذا، وأخذ بعد ذلك يهاجم ابن الزبير، عبد الله بن الزبير. قال لهم هذا ابن الزبير الذي قام بثورة ضدنا سوف نقوم بقتله ولو اضطررنا أن نهدم الكعبة على رأسه. ويقولون أنه خرج الدم من أنفه من كثرة يعني العصبية الموجودة كانت عنده، خرج الدم من أنفه. فقام أحد الموجودين، أحد العرب، أخذ العمامة وأعطاه العمامة لعمرو بن سعيد الأجدق، قال له امسح الدم. ف
فبعض كبار السن اللي كانوا موجودين في الجلسة لاحظوا هذا الأمر. عادة الكبار كبار السن يلاحظون الأمور أكثر، فنظروا إلى هذا الأمر، قالوا دم ينزل وعمامة تعطى فهذا شر، يعني شر لا بد منه، سوف يأتي الدم والقتل. إن واحد على منبر رسول الله وبعض الصحابة يعني يجلسون في المجلس وهذا يقول لهم أنا شايفين هذه الكعبة اللي بتصلوا عليها راح أهدمها هكذا. وسكت الأنصار رضوان الله على الصالحين منهم. هذا الحال الموجود. وفعلا يعني الجرائم التي قام بها بنو أمية وخصوصا يزيد جرائم عجيبة في التاريخ. يزيد حكم 3 سنوات فقط 3 سنوات حكم، ولكن قام بأكبر الجرائم في تاريخ البشرية. أول سنة من حكمه قتل الحسين بن علي صلوات الله عليه، أول سنة. ثاني سنة من حكمه استباح المدينة، مدينة رسول الله، ودخل إلى المدينة وقتل الأصحاب وفعل ما فعل هناك، حتى ولد أكثر من يعني 100 أو 200 وبعض يقول 1000 طفل لا يعرف من والدهم، هذا في مدينة رسول الله. وفي السنة الثالثة ضرب الكعبة بالمنجنيق، حرقها وهدمها. هي ب3 سنوات قام بأكبر الجرائم في تاريخ الإسلام يزيد بن معاوية. الآن في خطبة أو في الخطاب الذي قاله الأشدق والي المدينة ومكة، هناك سؤال: لماذا لم يذكر الحسين بن علي صلوات الله؟ الحسين عليه السلام كما عرفنا بالماضي كان يمثل القائد لسياسة المعارضة بوجه الدولة الأموية، القائد القوي للمعارضة، فلماذا لم يذكر الحسين عليه السلام؟ ذكر ابن الزبير فقط. الجواب أن الأشدق والأمويين يعرفون أنه إذا تكلموا وهاجموا الحسين مباشرة سوف تنقلب الأمور عليهم عند ذلك الحين، يعني في ذلك الحين داخل المدينة وداخل مكة، أي هجوم مباشر على الحسين يعني انتهاء السلطة الأموية في هذه الأماكن. هذا ناحية. الناحية الثانية أنهم إلى ذلك الحين يعني لم يفهموا ما هي خطة الحسين. ابن الزبير خطته كانت واضحة، أنه يريد أن يحكم، عرفوا أنه يريد الحكم، ولكن الإمام الحسين هم تفاجؤوا، يعني بمعنى عام دوخهم الإمام، دوخهم. فإنهم كانوا يرون أن كانوا ينظرون أن لديه القوة في المدينة، فلماذا خرج من المدينة إلى مكة؟ أخذوا يعني يفكرون بالأمر. ثم جلس في مكة 4 أشهر ولم يستلم الحكم، كان بإمكانه أن يستلم الحكم ولم يستلم، ماذا يريد أن يفعل؟ لذلك كانوا حذرين جدا بالنسبة للمواجهة مع الإمام صلوات الله عليه. لماذا اختار الإمام عليه السلام مكة؟ يعني ليش خرج من المدينة إلى مكة ومن ثم إلى الكوفة؟ لماذا لم يذهب مباشرة إلى الكوفة؟ الآن لماذا لم يبقى في المدينة شرحناها بالمحاضرات السابقة، لكن لماذا اختار مكة؟ الجواب أن الإمام الحسين عليه السلام خرج إلى مكة في وقت الحج، يعني في شعبان، الناس كانت تأتي قبل فترة الحج لأنها تمشي في الطريق وتذهب، فجاء واستغل موقف واستغل يعني الحج وأيام الحج حتى يعلن عن ثورته ورفضه ليزيد بن معاوية أمام الحجاج الذين يتوافدون من كل فج عميق. يعني الناس تأتي إلى الحج إلى مكة من كل مكان. الحسين عليه السلام أراد أن يكون في مكة لكي يسمع صوته، يعني أراد أن يستخدم الإعلام الموجود في وقته، الوسيلة الإعلامية الموجودة في وقته كانت إما عن المساجد، المنابر، الخطب، ما كان يستطيع أن يقوم بذلك بسبب السياسة الأموية، فذهب إلى وسيلة ثانية من الإعلام وهي الحج. وقف في الحج وأخذ يخطب في الناس
أخذ يعني يعلم الناس أنه لماذا خرج ضد يزيد وهكذا، استخدم وسيلة الإعلام. وكأن الحسين عليه السلام يريد أن يقول لنا: إذا أردتم أن تنتصروا في أي حركة فلا بد لكم بعد الإيمان بالله وبعد العلم والفكر أن تعملوا على الناحية الإعلامية، على الناحية الإعلامية الموجودة. ولذلك كما ذكرت في خطب الجمعة مرارا أنه لا بد لنا وخصوصا في هذه البلاد ليس فقط أن نشجع الشباب على دخول الجامعة، بل أن نوجه هذه الطاقة الشبابية إلى الاختصاصات التي تفيد المجتمع الإسلامي، حتى نوجه الشباب، هذه جدا مهمة. وقلت سابقا أنه ما نحتاج إليه في هذه البلاد هو أن يكون لنا صوت يسمع في الإعلام وفي الأمور الاجتماعية، فحبذا يعني لو استطعنا أن نبدأ بتشجيع وتوجيه الشباب على أن يتخصصوا باختصاصات تفيد المجتمع الإسلامي. عندما يكون هناك توجيه وينظر المجتمع الإسلامي ماذا يريد وماذا يحتاج، يصبح عندنا نوع من التوازن في عملية الاختصاصات. لما يصبح عندنا التوازن في عملية الاختصاصات بيصير عندنا اكتفاء ذاتي، وهذا ما نحتاج أن نصل إليه. للأسف نحن عندما نريد أن نوصل صوتنا أو عندما نريد أن نشعر بالقوة نلتجئ دائما إلى الطرف الآخر، يعني بمعنى وخصوصا في هذه البلاد نلتجئ إلى الرجل الأبيض لأننا نشعر بالقوة جنبه، وهذا خاطئ. نحن إذا أردنا أن نصل إلى مستوى من التقدم فلا بد لنا أن نعتمد على ذاتنا وأن نعمل على أن يكون لدينا اكتفاء ذاتي من نتيجة الاختصاصات الموجودة في مجتمعنا. هذه الأمور لعلها إن شاء الله تستفيد منها الأجيال القادمة. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدليل أن الحسين كان يملك القوة للسيطرة على مكة أدلة كثيرة، ولكن أذكر منها فقط مصدر أو مصدرين. ذكر أبو الحسن الأصفهاني يقول في كلام له إن عبد الله بن الزبير لم يكن شيء أثقل عليه مما كان الحسين في الحجاز، ولا أحب إليه من خروجه إلا العراق. يعني أحب ما كان في قلب ابن الزبير أن يخرج الحسين من الحجاز، يذهب إلى العراق لا يبقى. ليش؟ طمعا في الوثوب بالحجاز. ابن الزبير كان يعلم أنه لا يستطيع أن يصل ويحكم الحجاز والحسين موجود، هذا كلام أبو الحسن الأصفهاني، وعلما منه بأن ذلك لا يتم له، يعني السيطرة على الحجاز، إلا بعد خروج الحسين، إذ من الواضح أن الحسين كان يملك هذه القوة للإطاحة بحكم بني أمية. الحسين كان يملك هذه القوة للإطاحة، ولذلك ابن الزبير خاف منه وهو موجود في مكة. والإمام الحسين عليه السلام نفسه يقول إن هذا يعني ابن الزبير ليس شيء يؤتاه من الدنيا أحب إليه من خروجي من الحجاز، يعني أحب شيء إلى قلب ابن الزبير هو أن أخرج من الحجاز، وقد علم أنه ليس له من الأمر شيء معي، وإن الناس لم يعدلوه بي. يعني الناس لم تأتي وتبايع ابن الزبير ليستلم مكة طالما أن الحسين موجود فيها. هذا دليل أنه ماذا كان يملك هذه القوة. على أي حال، السلطة الأموية عندما فشلت من خلال الوالي الأشدق أن تصل إلى ما يريده الحسين، أرسلت له وفدا للتفاوض، وفد رسمي من قبل بني أمية
التفاوض مع الحسين، وقد أعطي هذا الوفد كل الصلاحيات لمنع الحسين من الخروج إلى العراق. من هو المبعوث الأموي؟ الآن عندنا مبعوث الأمم المتحدة، مبعوث الأمم يسمى، بالماضي كان في مبعوث أموي، مبعوث من قبل يزيد. من هو الرئيس تعول هذا اللجنة، هذه اللجنة؟ المبعوث الأموي كان حبر الأمة عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، هؤلاء كانوا يعني أرسلهم يزيد إلى الحسين، قال لهم أنتم افعلوا وقوموا بما شئتم وأعطوا أي شيء لكن لا تجعلوه يخرج. طبعا حبر الأمة يعني حبر الأمة شو؟ عالم الأمة ليسمى، اللي كتب الشيعة والسنة فيها لما يذكر ابن عباس رضي الله عنه رضى. طيب فتعالوا لنقرأ بعض الحوارات أو المفاوضات التي جرت بين ابن عباس وبين الإمام الحسين عليه السلام، ونحلل هذه الحوارات أو المفاوضات التي جرت. أنا أسميها المفاوضات، هي حوارات، ممكن البعض يفهم أن ابن عباس تكلم هكذا نتيجة الحب للحسين، أنا ما فهمته هذا، أنه كان مبعوث أموي للإمام. طيب جاء إليه ابن عباس وابن عمر، والبعض يقول أن ابن الحنفية كان معهم، ولكن المشهور فقط أن ابن عباس وابن عمر، يعني عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر هم الذين جاءوا. فالمفاوضات بدأت، قال ابن عباس، نقرأ سويا ونحلل. قال ابن عباس للإمام أخبرني رحمك الله، أتسير إلى قوم قد قتلوا أميرهم وضبطوا بلادهم ونفوا عدوهم؟ فإن كان قد فعلوا ذلك فسر إليهم. يعني أنت إذا خارج إلى العراق إلى بلد قتلوا فيه الأمير تبع بني أمية وهم نظموا أنفسهم ودعوك إليهم فاذهب، وإن كانوا إنما دعوك إليهم وأميرهم عليهم قاهر لهم وعماله تجبي البلاد فإنما دعوك إلى الحرب والقتال، فإن كان أهل العراق يريدونك كما زعموا فاكتب إليهم فلينفوا عدوهم ثم أقدم عليهم، فإن أبيت إلا أن تخرج فسر إلى اليمن فإن بها حصونا وشعابا وهي أرض طويلة، وهكذا إلى آخره. ابن عباس يقول له خليهم هم يسووا الحرب، كما ذكرنا نفس كلام ابن الحنفية، خليهم يعلقوا بعض يتقاتلوا يذبحوا بعض وانت روح استلم اجلس على الكرسي. هذه سياسة الحكام وسياسة أهل الدنيا، أنه القائد يجلس في الخلف وهن الناس يتقاتلوا بعض وبس ينجحوا انت روح وصير حاكم عليهم. نفس السياسة، سياسة الدنيوية، لما بالماضي قلنا أن سياسة النبي صلى الله عليه وآله لا، سياسة الإسلام أن القائد يكون أقرب الناس إلى العدو، لا يجلس بالخلف والناس تقاتل أبدا، هذا ليس قائدا. القائد يكون أول الناس في المعركة وأشجع الناس، وإلا ليس لا يعد قائدا. وليش التركيز على اليمن يا أخي من قبل ابن عباس وابن الحنفية وغيره؟ ركزوا أنه يذهب إلى اليمن، اذهب إلى اليمن، اذهب إلى اليمن. ليش اليمن؟ لماذا لا يريدونه أن يذهب إلى العراق؟ هناك سبب، ليس خوفا عليه كما يدعون، لو كان خوف عليه كان ذهبوا معه وإن أدى ذلك إلى قتلهم. في سبب أذكره إن شاء الله غدا، على كل حال أذكره الليلة، أنا أعطيكم إشارات حتى أحمسكم كل يوم يعني حتى تحضروا المحاضرة التالية. بس المساكين اللي يحضروا على الإنترنت بكرة على اليوتيوب يسوون يحضروا كل السلسلة مع بعض. فالمبعوث الأموي عبد الله بن عباس كان ينظر إلى الحسين بأنه قد خرج لأجل السلطة ولأجل الحكم، فصار يعطيه استراتيجية عمل كما فعل ابن الحنفية في المدينة،
لم يكن ينظر إليه بأنه إمام معصوم. يحب الحسين أخي على رأسي، لكن الحب دون الطاعة لا ينفع شيئا. يعني أقول أنا أحب فلان وأذهب وأتركه يقتل، هذا حب؟ هذا الحب يجب أن يكون حب عقلائي وليس حب عاطفي فقط. حتى نحن عندما نحب أهل البيت عليه السلام يجب أن يكون حبنا لهم حب عقلائي. الحب يعني مقرون بالطاعة، إن كنت يعني تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الاتباع والطاعة هي شرط في المحبة. طيب، فجرت مفاوضات على كل حال. ثانية، هذه المفاوضات الأولى بين الإمام وبين ابن عباس. المفاوضات الثانية ابتدأ بها ابن عمر، عبد الله بن عمر. طبعا ضمن هذه المفاوضات أرسل رسالة عبد الله بن جعفر اللي هو زوج السيدة زينب عليه السلام، أرسل رسالة وقال أنه سوف يأتي وأخر وما تطلع هلأ ولاح ولاحقك. بعدين لم يتبع الحسين عليه السلام. الرواية التي ذكرناها بالأمس عن الإمام الباقر عليه السلام لعله ذكرتها، أن الإمام سئل عن تخلف ابن الحنفية فأجاب قال أنا أعطيك جواب يوضح لك كل من لم يخرج من بني هاشم. جواب واحد، قال أن الحسين قبل أن يخرج أرسل الرسالة إلى ابن الحنفية، من التحق به استشهد ومن تخلف لم يبلغ الفتح. ابن الحنفية لم يبلغ الفتح، ابن عباس لم يبلغ الفتح، عبد الله بن جعفر لم يبلغ الفتح. بس ساعة بطلعوا لك كان ساعة أعمى وساعة إجره معطوبة وساعة صابته عين بإيده، هذه كلها يعني أمور حتى يبررون له. والواقع أنهم تخلفوا عن الحسين عليه السلام. أما عبد الله بن جعفر طبعا خرجت زوجته السيدة زينب صلوات الله عليها وأبناؤه، ولكن يعني الظروف غامضة أنه لماذا لم يخرج. ابن الحنفي حتى أولاده لم يخرجوا مثلا. طيب، المفاوضات الثانية جرت بين ابن عمر وابن عباس والحسين عليه السلام. فابن عمر أخذ يتكلم مع الحسين عن عداوة البيت الأموي للإسلام وعن مكرهم، وأنه من الأفضل له أن يبايع يزيد ويصبر على حكم يزيد حتى يقتل كما صبر على حكم معاوية، ولأنه أي خروج سوف يؤدي إلى القتل. وقال له أنا سمعت النبي صلى الله عليه وآله ابن عمر وسمعت النبي يقول حسين مقتول، ولئن قتلوه وخذلوه ولن ينصروه ليخذلهم الله إلى يوم القيامة. عجيب يا أخي، أنتم يعني أنتم مسلمون أم لا؟ تتبعون النبي صلى الله عليه وآله أم لا؟ النبي يقول لك حسين مقتول، وإذا لا تنصر الحسين فقد فإن الله سوف يخذل هؤلاء الذين يتخلفون عن نصرة الحسين إلى يوم القيامة. وأنت تأتي وتقول للحسين اجلس ولا تقاتل يزيد وادخل في البيعة. ثم أشار على الإمام أن يدخل في صلح، فقال له الحسين يا أبا عبد الرحمن أنا أبايع يزيد وأدخل في صلحه وقد قال النبي فيه وفي أبيه ما قال. يعني أنت تعرف ماذا قال الحسين، أعطى إشارة. الحسين هنا رسم خطة معينة ليوقع ابن عباس وابن عمر، أعطاهم هذه الإشارة. شوف هلأ نبوغ الإمام عليه السلام. قلت لك عندما نبحث في شخصية الإمام بعيدا عن مسألة علم الغيب، لأن الإمام والمعصوم يتبع السبب والمسبب. هون الإمام حط لهم فخ، فقال لهم النبي قال ما قال بيزيد وأبيه معاوية. فقال ابن عباس، إجا العلامة والفقيه آية الله العظمى ابن عباس قال صدقت يا أبا عبد الله. هو الحسين ناطر من ابن عباس يقول له صدقت، يعني صدقت يا أبا عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وآله في حياته. بلش ابن عباس يعطي محاضرة، مالي واليزيد لا بارك الله في يزيد وإنه يقتل ولد الحسين والذي نفسي بيده لا يقتل ولدي بين ظهراني قوم فلا يمنعونه إلا خالف الله بين قلوبهم وألسنتهم. يعني صاروا شو منافقين لما الله يخالف بين القلوب واللسان
بصيروا الناس منافقين. ثم بكى ابن عباس وبكى معه الحسين. أنا لا أدري بكل رواية بين كل رواية ليش تنتهي بكى فلان حتى أخشي عليه وبكى الحسين. هذه كلها أيدي عباسية في الروايات. بكى وبكى ما لا داعي أصلا البكاء. كيف نعرف ذلك؟ نعرف عندما يعني نتذوق النص التاريخي. لازم أن يكون هناك يعني تذوق للنص وللرواية. يعني هذه الكلمة مسألة البكاء يجب أن تنظر بما هي محفوفة فيه، يعني ما سبقها وما يأتي بعدها. الكلام الذي سبقها لا يستدعي البكاء، وحتى يخشى الإنسان من البكاء وفتح له مجلس عزا الإمام، كل واحد يجلس يبكي عنده. والكلمات التي بعدها بعد هذه فبكى لا تشير إلى ذلك. فلماذا يعني تعملون بكى العباس وبكى ابن عباس وبكى الحسين؟ مجلس جاي على كل حال. فقال الحسين، شوف هون التكتيك السياسي للحسين. فقال الحسين: يا ابن عباس، تعلم أني ابن بنت رسول الله؟ أنت بتعرف أنه أنا ابن بنت النبي؟ هذا السؤال يعني مشبوه، أو مش مشبوه، ملغوم، ملغوم بعبارتنا، ملغوم إذا صحت العبارة. فقال ابن عباس: اللهم نعم، ونعلم ونعرف أن ما في الدنيا أحد هو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله غيره. ما في أحد ابن بنت النبي على هالكرة الأرضية غيره. وأن نصرك لفرض على هذه الأمة كفريضة الصلاة والزكاة. ابن عباس يقول أنه أنت يجب على الأمة أن تقوم بنصرك كما تصلي وتصوم، ويجب عليها أن تقوم. فقال الحسين: يا ابن عباس، ما تقول في قوم أخرجوا ابن بنت رسول الله من داره وقراره وولده وحرم رسوله؟ هؤلاء الناس الذين اضطروني أن أخرج من المدينة لأجل حماية الإسلام، ماذا تقول فيهم؟ وابن عباس بعضهم يعطي الخطبة، عارف كيف؟ مش مصدق يعني، قال عم يخطب. فقال ابن عباس: ما أقول فيهم إلا إنهم كفروا بالله وبرسوله، وعلى مثل هؤلاء تنزل البطشة الكبرى. أعطانا فتوى آية الله العظمى ابن عباس بكفر بني أمية. هي أول شيء من كلامه، من فمك ودينه كمان، أعطانا فتوى بكفر بني أمية المرجع. وأما أنت يا ابن بنت رسول الله فإنك رأس الفخار برسول الله وابن نظيرة البتول، فلا تظن يا ابن بنت رسول الله أن الله غافل عما يعمل الظالمون. هو يقول للحسين: الله مش غافل عن الظالمين، عما يعمل الظالمون. وأنا أشهد، العباس ابن عباس يقول: وأنا أشهد أن من رغب عن مجاورتك وطمع في محاربتك ومحاربة نبيك صلى الله عليه وآله فما له من خلاص، يعني ما له من مفر إلا جهنم، اللي يحارب الحسين. أعطى فتوى صريحة بكفر بني أمية، وأعطانا فتوى صريحة بأنه من يتخلف عن الحسين أيضا ماذا يصبح من المنافقين. هاي الفتوى. تعرف شو عمل الإمام الحسين عليه السلام بعد ما أعطى هالخطبة الطويلة العريضة ابن عباس الدرس؟ تعرف شو عمل الإمام؟ أعطى، قال أربع كلمات بس، رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اشهد على ابن عباس. بس دعا عليه دعوة، عارف كيف؟ دوخوا فيها، بالمعنى دوخوا بهالدعوة. فالتفت ابن عباس، التفت إلى هذا الفخ الذي وضعه الحسين عليه السلام له. قال: جعلت فداك يا ابن بنت رسول الله كأنك تريدني إلى نفسك، يعني تريدني أن أقف بجانبك. حبيبي أنت بعرف عم تعطينا محاضرة أن الله عز وجل ورسول الله هو الذي يريدك أن تقف مع الحسين، وليس الحسين من يريدك لنفسه. والله الذي لا إله إلا هو أني لو ضربت بين يديك بسيفي هذا حتى انخلع جميعا
من كفي لما كنت ممن أوفى من حقك عشر العشر، وها أنا بين يديك مرني بأمرك. هذا نموذج عن الخطابات والعنتريات التي ما زال العرب يعني أقوى الناس بالقيام فيها. اللي بيجي بيخطب بيعطي محاضرات وبيعطي خطب وحكي، ولكن وقت الفعل بيهرب. عندها تدخل ابن عمر مباشرة. ابن عمر تدخل قال دعنا من ذلك، نحن لم نأتي لأجل هذا، جئنا لأننا لدينا وكالة من قبل يزيد. هذا الحكي مبني لأنه عرف أن الكلام موجه إليه أيضا. لما قال الحسين عليه السلام اللهم اشهد على ابن عباس، يعني كمان اللهم اشهد على ابن عمر، لأن هؤلاء يعرفون مكانة الحسين صلى الله عليه. فقال له ابن عمر، قال له لماذا لا تعود إلى المدينة ولا تدخل في بيعة يزيد؟ وهنا نقطة جدا مهمة، وهي أن يزيد وبني أمية وصلوا إلى قرار أنهم أعطوا هذا المبعوث الأموي ابن عباس وابن عمر القدرة، يعني أعطوهم أن يعطوا الحسين، يعطوهم القوة أن يعطوا الحسين الأمان. قالوا له أنت لا تبايع يزيد، تعال فقط ارجع إلى المدينة ولا تذهب إلى العراق. ليش لا يريدون أن يذهب إلى العراق؟ في سبب. خلص ارجع إلى المدينة واجلس ولا تبايع. فقال لهم الحسين عليه السلام، الحسين عليه السلام كلمة واحدة، قال لهم لا بد من العراق، يعني لا بد أن أذهب إلى العراق. في سبب أذكره إن شاء الله هذا. طيب، بعد أن فشلت أساليب الترهيب والتحبيب من قبل المبعوث الأموي، جاء ابن عباس بأسلوب ثالث وهو أسلوب العاطفة، يعني أراد أن يستخدم أسلوب العاطفة على الحسين. قال له أنه أنت إذا خرجت الآن من المدينة من مكة سوف تفرح ابن الزبير، ابن الزبير سوف يفرح بخروجك من 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 مكة وسوف يستلم الحكم. هذا الأسلوب يعني الذي استخدمه معه. ثم قال له إذا أردت أن تخرج فلا تخرج نساءك، لا تخرج النساء معك. ليش لا تخرج النساء معك؟ أصلاً لماذا أخرج الحسين عليه السلام النساء معه؟ هناك سبب لابد أن نعرفه إن شاء الله غدا. مهم، أنهي بهذه الفقرة فقط حتى لا أطيل. بعد أن فشلت المفاوضات بين الدولة الأموية وبين الحسين لكي يرجع إلى المدينة حتى وإن لم يبايع يزيد، لم يفهموا ماذا يريد الحسين. بعد الحديث هلأ ما فهموا ماذا يريد الحسين من حركته. فقال ابن عباس لولا أن يزري بي أو بك، يعني حتى يعني لولا أن يصير في مشاكل وتنقص صورتنا قدام الناس لنشبت يدي في رأسك. شو يعني؟ يعني حطيت إيدي برحمتك. ابن عباس يتكلم مع مين؟ مع الإمام الحسين عليه السلام، مع ابن بنت رسول الله. بقول له أنا لو ما رح تتأثر صورتي قدام الناس وصورتك، لكن جبت ايدي وحطيتها برقبتك. شوف هذا الكلام، لنشبت يدي في رأسك لو أعلم أن إذا تناحينا، يعني إذا عملنا مشكل فتنا بوكس مع بعض تناحينا أقمت لفعلت، يعني بمعنى أنه أنا ممكن حط ايدي برأسك بمشكلة رقبتك وبعلى معك لو بعرف أن هذا بيمنعك من الخروج إلى العراق، ولكنك لن تخرج، ولكنك لن يعني تستمع لقولي. وخرج طبعا مثل كل رواية، ذلك كل رواية، وخرج باكيا يعني حتى ابتلت لحيته وغاشي وغشي عليه. وهذا هذا النمط العباسي بالرواية. لماذا خرج الحسين إلى العراق؟ لماذا أخرج نساءه معه؟ هل فعلا كما يقولون أنه فقط المسألة مسألة إعلامية، أنه أراد أن يكون هناك تغطية إعلامية فأخرج النساء، أم هناك أسباب أخرى واقعا لخروج النساء؟
إن شاء الله هذا ما سوف نقوم ببحثه في الليلة القادمة حتى تتضح الصورة والنظرية الجديدة لثورة الحسين في مكة والمدينة. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بحسين، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد.